يصف السراج الحرب التي تجري بين ميليشياته وقوات الجيش في طرابلس بأنها حرب بين من يريد الدولة المدنية وبين من يسعى لعسكرة البلاد والعودة بها إلى حكم الفرد والعائلة. دأب السراج على تسويق هذا التوصيف التجاري الجاهز منذ أن أعلن أن فير العام لأول مرة في حياته، ودخل في معارك كان يظن أنها سرعان ما ستوقف بقرار أممي، وأنه سيتوج بعدها بطل الأبطال وحامي حمى طرابلس والدولة المدنية المزعومة، كما ستتيح له الفرصة من دون أدنى شك أن يجدد فروض الولاء والطاعة للميليشيات التي تطبق عليه منذ أعوام في قاعدة بوستة هو ومن معه من بقايا الرئاسي. ولكن هذا ما لم يحدث لغاية الآن، ويبدو أنه لن يحدث في وقت قريب. كيف يصدق المجتمع الدولي ما يقوله السراج عن هذه الحرب وعن هوية وخلفيات أطرافها؟ وكيف يمكن لحلفائه الدوليين أن يستمروا في دعمه وهم يرون الإرهابيين والمتطرفين والمكفرين والمجرمين والمهربين والمطلوبين في داخل ليبيا وخارجها يتراصون في صفوف ميليشيات يدعي السراج وبكل فخر أنه قائدها الأعلى؟ لن يفعلوا، وإلا ستثور عليهم شعوبهم اليقظة والتي عانت من ويلات الإرهاب سنوات طويلة. أبرق وأرسل واتصل وأوفد وناشد السراج، وربما حتى استجدى مجلس الأمن الدولي وحلفائه التقليديين وعلى رأسهم إيطاليا، والنتيجة منذ 3 أسابيع تقريبا من دون جدوى. لم يصدر أي قرار أممي يدين تحرك القوات المسلحة إلى طرابلس أو يلزمها بالعودة من حيث أتت مثل ما كان، وما يزال يتمنى السراج وبشاغة والمشري وبقية المجموعة المسيطرة على طرابلس. لم يصدر أي منع أممي رغم كل المساعي البريطانية المتكررة والفاشلة في مجلس الأمن، حتى بعد استعمال ورقة المدنيين الذين قتلوا غيلة جراء قصف ليلي موجه على مساكنهم بضواحي طرابلس. القصف الذي اتهم به السراج وبشاغة قوات الجيش وقالوا بأنها استخدمت من قبل القوات المسلحة وأطلقت صواريخ جراد لقتل المدنيين، الأمر الذي سرعان ما نفته القيادة العامة بكل سهولة من خلال الصور والأدلة العملية على الأرض، وكذا من خلال فيديوهات المواطنين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة أنها لم تستعمل أي صواريخ جراد في تلك الليلة، وحتى لو استعملتها لا يصل مداها للأماكن المستهدفة، لتنقلب بعد ذلك الحجة على من ادعى، ويتضح بما لا يدع مجالا للتهرب بأن النيران التي قتلت الأبرياء في ذلك اليوم المشؤوم هي نيران قواذف قصيرة المدى انطلقت من أماكن قريبة تقع تحت سيطرة ميليشيات السراج، الميليشيات التي لم تتوانى في السابق عن إراقة دماء المدنيين في طرابلس وخارج طرابلس، لم تتوانى عن ترهيب وترويع المدنيين وسرقة وتخريب أملاكهم ومزارعهم ومواشيهم ومنازلهم في حروب سابقة كثيرة. وإن كنتم لا تعلموا اسألوا أهل أورشفانة. الروس رفضوا تمرير أي مشروع قرار بوقف العمليات العسكرية وإطلاق النار في طرابلس ما لم تكن الدعوة موجهة لجميع الأطراف وليس فقط للقوات المسلحة، فانتهى المشروع حتى قبل أن يبدأ. أما الإيطاليون فقالوا مؤخرا نحن لسنا مع حفتر ولسنا مع السراج، وهم الذين جلبوا السراج إلى طرابلس على ظهر فرقاطة إيطالية. يا لخيبة زيارات معيتيغ ومؤتمراته الصحفية من هناك. وفي هذا الوقت كان عدد من أبرز الإرهابيين الذين فروا من بنغازي مع عدد من المتطرفين والمطلوبين في قضايا قتل وسرقات وتهريب وتجارة بالبشر والمهاجرين ينشرون صور السيلفي ويبثون الفيديوهات المباشرة من خلال حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي من جبهات القتال ضد الجيش بجنوب طرابلس، الأمر الذي أحرج كل من يسوق بأن الحرب الدائرة بين دولة مدنية وديكتاتورية عسكرية.
أين هي الدولة المدنية التي تتكلمون عنها وأنتم في كل شارع تقريبا تقيمون ميليشيا مسلحة تخصصها التسلط على المواطنين وقمع الحريات والاستفزاز؟ ألم يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في ميادين طرابلس وفرقوا بالقوة أكثر من مرة؟ دعونا نلقي نظرة. من هي من هي هو هذا؟ الدين ناس شنو يكون؟ مثلا كان جماعة الجوالي. جماعة الجوالي. معقول هيك اللي ولد عمه ولا عادي عادي. ليك تم علي انا ولا خلاص تم اقرب رايك اقرب بيانك هيا هيا اولاد تعالوا الآن نرى شكل الدولة المدنية المزعومة في مدينة الزاوية هذه المرة، والتي يدعي بعض المتكلمين أن القوات المسلحة الليبية قدمت للإطاحة بهذه الدولة. نجدد دعمنا وتأييدنا للشرعية المتمثلة في مجلس النواب وكل الجهات الممتقة عليه، وخصوصا المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة، وندعو كل الليبيين ودعمها ومساندتها. خامسا، لكن كما سمعنا بمدنية الدولة الليبية ما عرضناه قبل قليل هو قليل من كثير يتداوله مدونون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الدولة المدنية المزعومة التي لا يرون فيها إلا دولة الميليشيات المدعومة من السلطات المتحكمة في طرابلس ليس إلا، والتي من المؤكد لن يقوم لليبيا قائمة وهي موجودة ومترعة بالأموال ومتدثرة بغطاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. فإلى متى تستمرون في الأكاذيب بأن الجيش ضد الديمقراطية ومدنية الدولة؟ إلى متى ستسيطر عليكم وعلى عقولكم فوبيا الجيش وحفتر؟ الجيش أكثر من مرة حث أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة جميع الأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا على حل الأزمة وإنهاء الفوضى بالانتخابات، وأكد في أكثر من مرة أيضا أنه على أتم الاستعداد لتأمينها. القيادة العامة وافقت في أكثر من مرة في عواصم عربية وغربية على بند الانتخابات، ولكن البقية كانوا يوافقون ومن ثم يتراجعون. تقولون لماذا ألغى الجيش المجالس البلدية المنتخبة واستبدلها بحكام عسكريين، وتستعملون ذلك في الاستدلال على فزاعة حكم العسكر، ونسيتم أو تناسيتم أن البلد في حرب مفتوحة مع جماعات وتنظيمات، وما تزال هذه الحرب مفتوحة إلى غاية هذا اليوم. أما فيما يتعلق ببنغازي وفي كل المناطق الشرقية فاسألوا سالم بن تاهية الذي زار هذه المناطق كما زار مدينة بنغازي في فترة قليلة ماضية، كان هناك قبل مدة قريبة
واسألوه من يعطل فعلا إجراء الانتخابات البلدية ومن يمتنع عن تسهيل الأموال الكافية لكي يقوم الليبيون بانتخاب مجالسهم البلدية. ألم تجهز مفوضية الانتخابات البلدية منذ أشهر لإجراء الانتخابات البلدية؟ وطالبت السراج أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بتسهيل الميزانية اللازمة حتى وصل الأمر إلى درجة الاستجداء، ولكن السراج لم يأبه بتلك المطالبات العلنية، وحينما خصص الأموال لم يخصص المبلغ كاملا، الأمر الذي قد يؤخر إجراء الانتخابات في عدد من البلديات. أما إذا كانت الأموال للميليشيات والسرقات والاعتمادات الوهمية والحاويات الفارغة فهذه لا تتأخر أبدا. اسألوا السايح بالمرة من يعطل الاستفتاء على مشروع الدستور ومن يتمنع في إرسال الأموال اللازمة للاقتراع. الكثير من الليبيين وصلوا لقناعة أنه لن ينقذهم مما هم فيه سوى مؤسسة عسكرية قوية بعد تكالب السياسيين السابقين والحاليين على السلطة وتخيبهم للأمال والتوقعات التي كانت معلقة عليهم. انتخبنا المؤتمر الوطني العام وانظروا ماذا فعل بليبيا وماذا يفعل بها بعد أن غير جلده وسمى نفسه بقوة الأمر الواقع مجلسا أعلى للدولة. انظروا ماذا فعلوا أيضا أعضاء مجلس النواب الذين لا يكتمل نصابهم إلا في القرارات التي تصب لصالحهم وتطيل من سني حكمهم. البلد انقسمت منذ يوم فجر ليبيا المشؤوم، وعانى الليبيون ما عانوه من تدهور على جميع الصعد، أبرزها الصعيد الأخلاقي والمجتمعي، حيث عصفت بهم الجهويات والنعرات وكرهوا بعضهم بعضا في كل شيء، وكأنهم لم يكونوا يوما أمة واحدة أو شعبا واحدا أو لن يكونوا. وهذا ما يريده بعض التيارات المعادية للجيش، أن تقسم ليبيا لنصفين أو حتى ثلاثة وأكثر، ولكن الجيش رفض وأكد أن ليبيا لن تكون إلا واحدة، دولة مدنية ديمقراطية قوية أبية هنية، رغم أنف المتخاذلين والمتربصين والإرهابيين والمتآمرين في الداخل والخارج. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج أكثر من قناة ليبيا روحها الوطن. وضع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة نفسه في موقف محرج خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الأحد بالعاصمة التونسية لتسويق ما يشبه البروباغاندا الإعلامية بحسب وصف صحيفة المرصد الليبية التي رصدت هذا المؤتمر الصحفي أمام عدسات الصحافة العربية والدولية التي لم يتمكن من الحصول عليها بشاغة في طرابلس. كان يقول الصحفيين بأن طرابلس تتعرض لقصف جوي دقيق، وأصاب هذا القصف مواقع عسكرية بدقة شديدة ولا يمكن أن يكون من قبل طائرات ليبية على حد قوله. ومن ثم قال بشاغة بأن هذا القصف أصاب مدنيين، الأمر الذي دعا الصحفيين ليسألوه كيف يكون القصف دقيقا ويصيب مواقع عسكرية مثل ما تقول ويسقط مدنيين في نفس القصف. أليست هذه تصريحات متناقضة؟ نقول للصحافة التونسية ليست هذه التناقضات الوحيدة لدى الرجل، طالع أرشيف البي بي سي بخصوص ذلك. على كل نتابع جزءا مما جرى في مؤتمر بشاغة الصحفي اليوم في تونس والذي نقل على قناة ليبيا الأحرار ورصدته صحيفة المرصد الليبية. سؤال جيد، يعني فعلا لدينا دلائل وجاري يعني التحقيق فيها الآن، وأيضا حتى الأمم المتحدة يعني مشاركة في هذا التحقيق. وللعلم أن الطائرات التي تقصف، مثلا الطائرة التي قصفت ليلة البارحة وقصفت العديد مرات، إصابة الهدف بالصاروخ الذي تطلق إصابة دقيقة جدا، لا تتوفر هذه الإمكانيات لا عند حفتر ولا عند حتى بعض الدول العربية، فقط ممكن دولة عربية ولا اثنين هي من عندها ومعروفة هي بالاسم. نحن نتعرض إلى عدوان خارجي وتدخل واضح، وهذا التدخل ليس فقط بمادة بالمال أو بمادة ببعض الأسلحة أو الأسلحة التي ربما مدرعات تحميه، لكن للأسف هذا التدخل هو يقتل
مباشرة أبنائنا. البارح عندنا خمسة، فقدنا خمسة وحوالي 27 جريح، كل ليلة نفقد فيها أبنائنا بصاروخ تم تزويده من دولة من إحدى الدول التي يعني تدخلت في الشأن اللي في الشأن الليبي تدخل غير مبرر. ما أعتقدش يعني تحتاج إلى ذكاء كبير جدا، يبحث الواحد على الذكاء بتاعه وحيخرج منه. بالنسبة لي أنا لا أصرح، بالنسبة لي لا أصرح. حتى نترك فرصة لأي دولة ربما تعيد حساباتها وترجع، يعني مش سكر على الباب. هل فعلا هناك طائرات عربية شاركت بالهجوم على طرابلس؟ من دقة الأهداف وإصابتها لل يعني الأهداف بال زي ما يقولوا يعني بالدقة الكبيرة جدا، تعرف أن هذا التسليح ليس يعني ليس ليبي. عندناس إمكانيات هذه الليبية. يعني دقة الطائرات الأهداف والحديث هنا عن إصابة مدنيين والأهداف كانت عسكرية، فهنا حتى وزارة الصحة بحكومة الوفاق يوم أمس قالت أغلب القتلى مدنيين، فهل هنا تضارب في التصريحات؟ يعني لما يكون في قصف في مكان عسكري بطائرة دقيقة كيف يكون في مدنيين مصابين أو استشهدوا أو توفوا في هذا القصف؟ ما فيش مدنيين. هي أنت تعرف أن صلاح الدين محور صلاح الدين واليرموك صلاح الدين الفلاح هذا كله مدنيين، فيش عسكري، ما فيش موقع عسكري. من قال موقع عسكري؟ لكن بالأمس الذي خصف هو موقع عسكري. من كيف موقع عسكري؟ حددت الحكومة قالت هذا موقع عسكري موجود من قبل، لا غير صحيح، غير صحيح. هو ليس موقع عسكري. وأيضا أنت المعارك الآن تجري في داخل، تجري في البيوت. دقة يعني دقة في التصوير من الطائرة، الدقة في الطائرات أنها تصيب السيارة، لا تصيب التالدين، تأتي إلى السيارة. هناك أمس سيارة مدنية أصيبت وقتل فيها شخص، هذه الدقة. لكن لو كان ما فيش دقة يعني طيار يرمي قنبلة وتتناثر شظاياها في كل مكان، لكن أن يأتي صاروخ مباشرة في سيارة مدنية أمس ويضربها ويقتل السائق، هذه دقة يعني لا تتوفر عندنا. تصريحات أخرى أثارت موجة من التنديد والاستنكار داخل ليبيا على صعيد العوام والسياسيين، هذه التصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نتابع ماذا قال. ليبيا bölgemizin huzurunu hedef alan karanlık senaryoların yeni perdelerinin sahnelendiği yerlerden biri. Bir yanda meşruiyetini Libya halkından alan bir yönetim, diğer yanda ise sadece Avrupa ve kimi Arap ülkelerinin desteklediği bir diktatör vardır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Libya'yı yeni bir Suriye'ye dönüştürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. رحبوا معنا بضيوفنا في حلقة هذه الليلة من برنامج أكثر، عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي ومقرر لجنة الدفاع في مجلس النواب بشير الأحمر. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بشير الأحمر، أولا كيف تعلقون على الأقل على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بخصوص الأوضاع في ليبيا وحديثه عن القوات المسلحة وعملية دخول وتحرير طرابلس من الميليشيات؟ اولا احييك واحيي كل متابعين قناتكم. بالنسبه لتصريحات اردوغان ليس خفيه على الشعب الليبي، اصبحت واضحه من سنوات. غير الفرق انه هو كان ينفي ويتستر، اما الان اصبح الموضوع علنا، وليس هي المره الاولى التي يتم فيها القبض على شحنات قادمه من تركيا، وهذا موضوع أصبح عام ومعروف عند الليبيين بالكامل. تصريحات رجب طيب أردوغان هي تصب وتؤكد انتصارات الجيش في معركته لتحرير الوطن من هذه الشرادم، عندما ضاقت الدائرة على أتباعه وعلى من هم يؤتمرون بإمرته أصبح صوته يصرخ ويسمعه الآخرين. ولكن أنا أقول للشعب الليبي إنها صرخة الديك المطموح ولا تعني شيء،
وبإذن الله الشعب الليبي هو من ينتصر، والمؤسسة العسكرية وأبناء القوات المسلحة قاعدتهم الشعبية والحاضنة الشعبية الذي يركز عليه المؤسسة العسكرية وانطلقت لتحرير العاصمة وكامل تراب الوطن بناء على أبناء أصوات أبناء الشعب الليبي. أما موضوع تصريح السيد فتحي بشاغة وكلامه على القصف المدنيين، أنا أختلف مع وجل المتحدثين والمدونين الذين يرونه تناقض في حديثه. أنا أراه كلامه حقيقة وصحيح 100%. عندما يقول أن الطائرات دقيقة وتصيب المدنيين أتفق معه، لأنهم ليس جيش، لأنهم مدنيين، لأنهم ميليشيات، فلهذا هي يصاب المدنيين. تعالوا نرى من الأسماء حتى التي تنشر على صفحاتهم، من هم القتلى، لن تجد فيهم شخص يحمل صفة أو رقم أو رتبة، كلهم شباب مدنيين غرر بهم ليكونوا محرقة ووقود لهذه المعركة حتى يستفيد هذه الشلة التي حاولت أن تنتهك الوطن بكل مقدراته. ما شدني أكثر اليوم لحديث السيد بشاغة وهو هجومه على بداية حديثه هو مؤتمره الصحفي على المشير خليفة حفتر وأنه هو وأبناه يسعون إلى الحكم. لو نرجع بالذاكرة القريبة جدا ونرجع للأسماء التي تقلدت المناصب على مستوى الدولة الليبية من 2011 إلى الآن، سنجد من هي المدينة أو من هي القبيلة التي تحاول تسعى أن تسيطر على كل مفاصل الدولة الليبية. ما شدني أكثر أنه هو السيد بشاغة يعلم ويتذكر ماذا فعلوا القذافي في السادات ويتهم الدولة الليبية باغتيال السادات وبمحاولة اغتيال عبد المجيد البقوش وموسى الصدر وأعمال أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ولكن لم يتذكر في مدة قريبة ماذا فعلوا بتورغة، ماذا فعلوا بغرغور، ماذا فعلوا بوشبانة، ماذا فعلوا بابن وليد، ماذا فعلت القوة الثالثة في الجنوب، ماذا فعلوا في كل مؤسسات الدولة من انتهاك ومن هذا لم يتذكره السيد بشاغة نهائيا في مؤتمره اليوم. نعم سيد صالحين عبد النبي، ماذا عن كيف تتابعون هذه التصريحات والمواقف الدولية؟ في الحقيقة لا نتكلم فقط هنا عن التصريحات التركية، وإنما حتى كانت هناك تصريحات للخارجية الجزائرية قبل مدة يعني قليلة ماضية، وهي أيضا يبدو أن الاتصال منقطع بالسيد صالحين عبد النبي عضو مجلس النواب. سيد بشير، الموقف التركي وقد وضحته لنا ويعني قدمت رؤيتك للموضوع وعلاقة الدولة التركية بمجموعة من التيارات داخل ليبيا، لكن ماذا عن الموقف الجزائري وتصريحات الخارجية الجزائرية قبل يعني مدة قليلة ماضية، حيث قال وزير الخارجية الجزائري بأننا لا نقبل أن تقصف أي عاصمة عربية وعاصمة مغاربية ونحن صامتون، في إشارة منه إلى طرابلس. فكيف أنتم أيضا تفهمون الموقف الجزائري سواء في هذه التصريحات الصادرة على لسان وزير خارجية الجزائر أو بشكل عام منذ بدء يعني هذه الأزمة في ليبيا؟ الحمد لله أخيرا سمعنا صوت الجزائر أنهم لا يستطيعون أن يكونوا صامتين عندما تقصف مدينة، ولكن طيلة يدعمون الطرف الآخر. أنا في سنة 2016 في شهر يناير قمنا بزيارة كلجنة دفاع وأمن قومي إلى الجزائر وتحدثنا بكل ما تقوم به دولة الجزائر من دعم للميليشيات، وكان الجواب واضح وصريح إن هم يقفوا على مسافة واحدة من الجميع، وأكدنا لهم إن هم يقفوا في صف طرف واحد. وكان حديثي مع الأمن الدفاع في مجلس الأمة الجزائري
كلام واضح وصريح جدا، وبالليبي هيك قلت لهم انتم الان تدعموا في ميليشيات، ولكن انا متاكد في الفتره القريبه القادمه سوف تدعمون الميليشيات. عندما يتحرك الجيش من الغرب الليبي سنفتح لهم ممر امن لرجوعهم الى منطقتهم الاثر الجزائري، وهذا هو يجب ان يكون. انا متعاطف مع الشعب الجزائري، وما صرح به وزير الخارجيه هو يمثل الحكومه الجزائريه ولا يمثل الشعب الجزائري. الشعب الجزائري على تواصل مع بعض النشيطين على مستوى الجزائر وهم داعمين للدوله الليبيه المدنيه التي ليس بمدنيه الدوله التي يراها الطرف الاخر اللي هو مسؤول في السلطه في الجزائر. الحراك الان الحادث في الجزائر هو سينهي هذه العلاقة الحميمة ما بين الجزائر كحكومة وما بين الميليشيات والإرهابيين في الغرب الليبي. السيد صالحين عبد النبي عضو مجلس النواب، أهلا بك في برنامج أكثر. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبالمشاهد الكريم. ما موقفكم من هذه التصريحات سواء من الجانب التركي أو حتى من الجانب الجزائري المرصودة مؤخرا وتتكلم بشكل صريح ومباشر ومن دون أي مواربة، على عكس ربما ما كان يجري في السابق، تتكلم عن ليبيا، عن 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 أزمة الليبيين، عن طرابلس، عن الجيش وما إلى ذلك؟ والله تعرف أنت تركيا هي أحدى الدول التي سببت الأزمة السياسية في ليبيا، هي الدولة التي أتت ب عناصر القاعدة وداعش من سوريا إلى ليبيا عبر أراضيها من خلال مطارات مصراتة ومواني مصراتة. نعرف إحنا أن تركيا في السابق قد تم ضبط باخرة متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة وتم قبضها في دولة اليونان، ووجدت بها كافة الأسلحة والذخائر والمتفجرات. هذه ضبطت وممكن بواخر كثيرة وطائرات كثيرة لم تضبط منها شيء، وهو الأسلحة الآن متواجدة لدى الميليشيات اللي موجودة في طرابلس وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة والتيارات الإسلامية المتطرفة التي الآن تواجه في قواتنا المسلحة على تقوم طرابلس. هذا كله جاء عبر دولة تركيا وبمساعدة قطرية أيضا. موقف دولة الجزائر غير واضح تماما، دائما ميولها إلى الإسلام، إلى تيار الإخوان الإسلامي، دائما ميولها إلى المتطرفين، ولكن الآن الله موجود دائما وأبدا. فهي الآن توجد مشكلة فيها، ونحيي الشعب الجزائري على وقوفه ضد الإرهابيين لتدمير ليبيا، وإن شاء الله نشوف وقفة جادة من الشعب الجزائري ضد حكومتهم وضد حكامهم. هذا بالنسبة للجزائر. أيضا موقف جارتنا تونس موقف سلبي تماما. إذا نواب تونس تكلموا على الطائرة التي في تونس على الحدود الليبية وأتت بمعدات وأسلحة، ايضا نواب تونس تكلموا على وجود غرفه عمليات قطريه موجوده في مدينه بلجباء قريبه من الحدود الليبيه. كل هذه الدول هي التي ساهمت في عدم استقرار ليبيا وساهمت في انتشار كافه الانظمه المتطرفه الان اللي مسيطره على العاصمه طرابلس والتي تهدر في مقدرات الشعب الليبي. نحن الآن جيشنا على تخوم طرابلس، إن شاء الله جيشنا حيحكم سيطرته في القريب العاجل على طرابلس، سوف يقضي على الإرهاب تماما كما قضى عليه في بنغازي وفي درنة وأمن بنغازي وأمن درنة، وكذلك استطاع أن يقضي على العصابات الإجرامية اللي كانت مسيطرة على الجنوب الليبي، والآن الجنوب الليبي ينعم بأمن وأمان. وبالأمس كانت هناك تجربة وكانت هناك انتخابات بلدية سبها
بمنتهى الديمقراطية وبمنتهى الأمن وبمنتهى السلام دون أن تؤمن من أي جهة كان، إنما كانوا مراقبين. هذه هي الديمقراطية التي يحكي عليها الجيش الليبي، أمن سبها وسلمها للداخلية والآن انتخبوا أهل سبها. أما الانتزاعة اللي واخذينها الميليشيات واخذها المجلس الرئاسي والسيد اللي يسمي روحه وزير داخلية الوفاق اللي اليوم قاعد مؤتمرات صحفية في تونس كلها مؤتمرات كاذبة وتصريحات كاذبة وكلها بروباغندا، وهو كذب نفسه في أثناء المؤتمر الصحفي الذي نقلته عدة قنوات وعدة صحف، هو استطاع كذب نفسه لأنه ما عنده ما يقدم. ما يقوم به الجيش وعمل وطني بحت، الجيش مهمته القضاء على الإرهاب، مهمته تأمين المدن، مهمته تأمين حدود ليبيا، مهمته تأمين مقدرات الشعب الليبي، مهمته الحفاظ على سير الدولة المدنية التي يحكو عليها الآن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. أين هو ما يسمى وزير خارجية الوفاق؟ إن حوالي أسبوعين ما شفناش طلع إطلاقا. مفروض هذا المؤتمر الصحفي يقدم وزير الخارجية، أين هو رئيس المجلس الرئاسي؟ يبدو أنهم فعلا أصبحوا رهينة وأصبحوا محتجزين لدى الميليشيات في طرابلس ولن يستطيعوا مغادرة طرابلس، ولكن بإذن الله جيشنا منتصر وسوف في الأيام القليلة القادمة وممكن الساعات القادمة جيشنا يحكم السيطرة على طرابلس ومن ثم باقي المدن الليبية التي لا زالت تحتضن إرهابيين ودواعش وأنصار الشريعة الذين أتوا ليبيا من كل مكان من أنحاء العالم. كافة الجنسيات الآن موجودة مع الميليشيات وتقاتل في طرابلس. هذا فيش خلى الإدارة الأمريكية تغير مقطع، لأن الإدارة الأمريكية لها مراقبة، لها أقمار صناعية، لها مخابرات، استطاعت أن تنقذ الحقيقة الموجودة الآن في طرابلس، وبذلك أخذت الإدارة الأمريكية قرارها بأن ما يقوم به الجيش الليبي هو الصحيح في محاربة الإرهاب. قالوها صراحة وقالها البنتاغون صراحة، وهذا دليل على أن بريطانيا التي حاولت أن تمرر قرار في مجلس الأمن بوقف تقدم الجيش، نعرف أن بريطانيا هي حاضنة الأخوان المسلمين، هي مشروع الأخوان المسلمين منذ الأجل، بفرض جهود الإدارة الأمريكية وضغط الإدارة الأمريكية وأيضا الروس وأيضا الفرنسيس علقوا أنهم يقدموا مشروع قرار في صدور بيان أو قرار ضد تدخل الجيش في طرابلس، لأن العالم لديه الصورة واضحة أن ما يقول به الجيش هو عمل صحيح في محاربة هذه التنظيمات المتطرفة، ووجدت فيها الصور ومقاطع الفيديو أسماء تقاتل الآن مطلوبة لدى بعض من دول العالم بما فيها أمريكا. سيد بشير الأحمر، ما دام هناك تصريحات ومواقف واضحة من قبل بعض الحكومات وبعض الدول مثل ما نتحدث الآن، هل سوف يكتفي مجلس النواب أو اللجان اللي داخل مجلس النواب المعنية بالأمن القومي وبالخارجية وبالدفاع وما إلى ذلك، هل سوف تكتفون فقط بالرفض والتنديد أم سوف يكون هناك إجراءات عملية ورسمية تليق بالمستوى مستوى السلطة التشريعية الذي تمثلونها في ليبيا؟ تم الحديث والتواصل الأمس مع سيادة رئيس مجلس النواب بعث بعض اللجان المختصة في الدفاع والأمن القومي والخارجية للتواصل مع بعض الدول لتوضيح الحقائق وتبيان ما يجري على الأرض لوضعهم أمام ما يدور حاليا على الأرض. ولكن أعود وأقول الركيزة الأساسية لانتصار جيش البطل هو القاعدة الشعبية. الحكومات والدول عندما يكون للجيش قاعدة شعبية داعمة ومساندة
وقوية وثابتة. بكل تأكيد الدول نلاحظ يوميا تتغير مواقفها حسب تغير مجريات ما يحدث على الأرض، وكل الدول تنظر إلى مصالحها ولا تنظر إلى الشعب الليبي وما ما 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 يريد أو ما هو طموحه أو ما أردوغان. أردوغان كان يقول في هذه التصريحات بأنه يعني يقف مع الشعب الليبي ومع الحكومة التي اختارها الشعب الليبي على حد قوله، يظن نفسه بكل تأكيد هو يرى 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 الجزء الشعب الليبي اللي هي أتباعه، هذا هو يعتبره الشعب الليبي، ولكن لا يرى الآلاف التي تكون بها الجيش في الفترة الوجيزة، بمن هو كان يدعم في الطرف الآخر ولم يستطيعوا بناء جيش طيلة الثمانية سنوات، لأن هو هدفهم ليس بناء جيش وبناء دولة، هم يريدون أتباع وليس يريدون دول تكون تتعامل بالمثل هم يريدون أتباع يؤمرون فينفذون. فلا ننتظر منهم خير لوطننا. الشعب الليبي أصبح واعي لكل ما يحدث حوله، سواء كان على مستوى ما يحدث داخل أو ما يحدث من تصريحات الدول، والعالم الخارجي تغيير مواقفها حتى تغير تلقائيا بانتفاضات الجيش. نعم. تغير وتنتقل زياراتهم من طرابلس إلى الرشد. حينما يقول سوف يعني نقف ضد الجيش في ليبيا بكل ما أوتينا من قوة، يعني ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ لا أظن أنه هو يعني كان مقصر مع أتباعه، معهم هو كان يدعمهم بكل قوة وبكل ما أمكن، هو وبعض الدول مثل دول قطر وغيرها، وحتى إيطاليا بكل فرح وبكل روح كانت داعمة وساندة بقوة لهذا الطرف، ولم يغير شيء على الأرض. دعموا في بنغازي، دعموا في بنفودة، تحدثوا على أطفال درنا، تحدثوا الآن يتحدثون على المدنيين وعلى القصف وعلى كذا. السيد بشاغة لم يتحدث ما يحدث في العزيزية أو من أسامة الجويلي وهو يقصف مدينة العزيزية لمدة أكثر من 25 يوم، لم يتحدث على قصف ميليشياته وانتهاكهم للمنازل والأعراض وسرقة ممتلكاتهم، لم يتحدث عليه ولم يراه السيد بشاغة اليوم. السيد بشاغة اليوم لم يتحدث على أقرب حادث وقع في مصراتة، وهو اغتيال عميد بلدية مصراتة في وسط قلب مدينة مصراتة. السيد بشاغة لم يرى طوابير النساء والشيوخ أمام المصارف، لم يرهم يتحدث ويقول سوف لن نتحاور إلا مع أهلنا في المنطقة الشرقية. أهلك في المنطقة الشرقية هم الآن يدعمون المؤسسة العسكرية، والقضايا المنطقة الغربية أعلنت في مؤتمر صحونة أخيرا أن هي كلها دعم المؤسسة العسكرية. الجنوب أصبح في حكم المنتهي بالنسبة لحكومة الوفاق وأصبحهم. أنا أرى أن المعركة منتهية هي إلا ساعات أو أيام وسينتهي هذا، وسما يكتشف بعد دخول طرابلس وسيطرة على مفاصل الدولة سوف يكون مفجع للليبيين ولأتوقع حد. طيب قبل أن أعود مرة أخرى للسيد صالحين، دعني أمر عليك باعتبارك عضو في لجنة الدفاع في مجلس النواب، أمر على موضوع السفينة الإيرانية المشبوهة التي رست في ميناء مصراتة هذين اليومين، ما آخر المعلومات بشأنها؟ يعني بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في حكومة الوفاق يعني بأنه يعني تم التحفظ على السفينة بأمر من مكتب النائب العام بطرابلس، وتحدثت الوزارة بأن يوجد على متن هذه السفينة 144 حاوية، لكن ما تزال هناك الكثير من المعلومات الناقصة رغم البيان الذي أوردته وزارة الداخلية التي يرأسها بشاغة، فما متابعتكم ومعلوماتكم حول هذه السفينة وتوقيتها المشبوه؟ الموضوع اللي يحتاج كما قال السيد بشاغة
سوء تفكير يعني. هذه الباخلة تم قبل دخول هي ميناء مصراتة تم تداولها حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى محطات بعض المحطات الإعلامية، ولم يتحدث السيد بشغة، ولكن بعد ما دخلت مطار مصراتة وأنزلت حمولتها وهي بكل تأكيد دعم لهذه المجموعات الميليشيوية. يعني أنت متأكد أنها أنزلت حمولتها أم تفترض ذلك سيد بشير؟ لأن الآن التصريحات دقيقة، يجب أن تكون دقيقة في مكانها لأنها قد تنقل عنك، ويعني فيجب أن نتحرى الدقة قليلا. هل أنتم متأكدون أن الباخرة هذه أفرغت حمولتها أم هذا افتراض من حضرتك؟ لا لا، هذا تخمين مني، ولكن أنا هذا توقعه أتوقع. وبعض المعلومات المسربة الآن حتى الدولة الإيرانية تمت إعلان أن هي ليس محجوزة الباخرة، وهي في خلاف وجاري البحث مع حكومة الوفاق لحلها. وهذا كله يعطيك مؤشرات لأن هي الباخرة حاملة لحاويات لدعم هذه الميليشيات. أنا هذا ما أتوقع، لأن ما حدثت خلالها السنوات الماضية ومن دعم تركي وقطري وجرافات إلى مدينة بغادي وإلى درنا، لن بكل تأكيد سيبحثون على كل طريقة أو وسيلة لتدعمهم المحاولات الأخيرة لأن يكسبوا هذه المعركة، ولكن هيهات، المعركة بإذن الله محسومة للشعب الليبي وبأبناء القوات المسلحة، هي رقصة الديك المذبوح. وهذا ما أقول، أطلب من شعبي ومن أبناء المدن والقبائل أن يقفوا وراء مؤسستهم العسكرية، ولأن هي الحامي للوطن. خلافنا ليس سياسي، خلافنا هو استرجاع وطن من أيادي تحاول أن تتلاعب به من أشخاص ودول تحاول أن تسيطر وتتحكم فيه. عندما نسترجع وطننا بكل تأكيد الليبيين لن نختلف على طريقة حكمنا أو تسيير بلدنا. سيد صحيح عبد النبي، لطالما كان يشكو مجلس النواب من مجموعة من التدخلات الخارجية، خصوصا من جانب بعض الدول التي تدعم التيارات والمسلحين اللي يقاتلون الجيش، وآخرها يقاتلهم الآن الجيش في طرابلس. يعني في العادة ما هو الإجراء الذي يفترض أن يتبع في مثل هذه المواقف؟ هل هنا يعني يكفي التنديد والتصريح يعني برفض هذه التدخلات وانتهى الأمر، أم هناك في هذا المقام إجراءات سياسية دبلوماسية أو خارجية يمكن أن يتم اتباعها والسلوك والذهاب فيها يعني كمسلك؟ والله يا ريت نحن طبعا كمجلس النواب ومن خلال لجانه ومن خلال وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أخذت إجراءات وخاطبت مجلس الأمن وخاطبت الأمم المتحدة عبر مبعوثها لدى ليبيا وخاطبت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بكل انتهاكات هذه الدول. قمنا بمخاطبات في السابق وقمنا بمخاطبات الآن في هذه الأسابيع من خلال وزير خارجية الحكومة المؤقتة، وهو عقد عدة اجتماعات في تونس والتقى بعدة شخصيات سياسية لبعض الدول وسلم مذكرات بهذا الشأن. لكن أنت تعرف لما فرض علينا اتفاق الصخيرات واعترف العالم بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق، أصبح التعامل من خلالها حتى لما نتخذ نحن إجراءات ما ينظرش لها، يعني ممكن فقط يطلعوا عليها فقط ولكن لن يتم اتخاذ إجراء، بل كانوا متمسكين بحكومة الوفاق. لكن الآن بعد العالم اكتشف أن حكومة الوفاق هي حاضنة لهذه الميليشيات وهي من تدعم في هذه الميليشيات وبهذه التيارات الإسلامية، بدأ يتخلى عليها العالم الآن. إحنا بإذن الله عند سيطرتنا على العاصمة طرابلس من خلال جيشنا وسيطرتنا على كل مفاصل الدولة سوف يكون وطنية منبثقة بعد ما يتم تحرير طرابلس بإذن الله، وسوف نقدم مذكرات بالأدلة بالصور بالفيديوهات
لمجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لملاحقة كل دولة عملت هذا العبث في ليبيا. أيضا هذه الدول سوف ننظر إليها، سوف لن يكون لها مستقبل في ليبيا إطلاقا من خلال التنمية في ليبيا وإعادة أعمار ليبيا ومن خلال التنمية في مجال النفط. هذه الدول وخصوصا تركيا وقطر ومن على شاكلتها سوف يكون لنا رأي ضدها وسوف تدفع الثمن مثل ما عبثت في ليبيا وساهمت في دمار ليبيا وتشتيت ليبيا وساهمت في إراقة دماء الليبيين وفي بحصرة مقدرات الليبيين. ضروري منها سوف تدفع الثمن بإذن الله في القريب العاجل عند السيطرة على طرابلس، سوف يكون لنا رأي آخر تجاه هذه الدول. شكرا جزيلا لكما صالحين عبد النبي عضو مجلس النواب وبشير الأحمر مقرر لجنة الدفاع في مجلس النواب. فاصل قصير متابعينا الأعزاء، نكمل أكثر، وهذه المرة سوف نتوجه إلى الجنوب حيث سبها ونتحدث عن الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها يوم أمس. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر. أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية نجاح انتخابات المجلس البلدي لمدينة سبها، إضافة إلى إتمام عملية إعادة الاقتراع في 3 مراكز ببلدية وادي الشاطي. وقالت اللجنة المركزية إنه تم تأجيل الانتخابات في كل من بلديات صبراتة وصرمان والأحرابة إلى حين إشعار آخر بسبب عدم تمكنهم من استكمال العملية الانتخابية نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها هذه البلديات على حد قولها. وأضافت اللجنة أنها استكملت حتى الآن اقتراع 21 مجلس بلدي خلال 4 أسابيع، مشيدة بدور المواطنين وإصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني. هذا وكانت مدينة سبها قد شهدت أمس أولى استحقاقاتها الانتخابية، حيث توجه آلاف من سكان المدينة إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلسهم البلدي وسط حالة أمنية جيدة عمت أحياء وشوارع المدينة. هذا وسارت العملية الانتخابية بنسق جيد رغم الجدل الدائر حول عدم مبادرة مديرية الأمن الوطني بسبها لتأمين العملية الانتخابية. انعقد الاستحقاق الانتخابي الأول لمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي بعد أن تمكن الجيش من تأمين المدينة ليشرع سكانها في انتخاب مجلس مدينتهم. هذا الاستحقاق يعني الكثير لسكان سبها التي عانت رطحا من الحروب والاضطرابات. والله بصراحة اليوم كان هذا عرس انتخابي واستحقاق وحق لكل مواطن المفروض انه يستغله وياخذ دوره في المجتمع، وهذا هو مجتمعنا المدني اللي يشجع على الانتخاب وانسيابية الامور ولا يعني بيطبق حقه في الديمقراطية معنا، ما زلنا نحبه احنا في المجال هذا. شهدت المراكز الانتخابية اقبالا واسعا، حيث تتوزع بالمدينة 25 مركزا مسجلا بها اكثر من 27,000 ناخب يقترعون لاختيار 7 أعضاء لمجلس سبها البلدي، كل هذا بدون تأمين من شرطة المدينة. هو تأمين ذاتي، حتى الشرطة اليوم ما لهاش حضور طبعا، ولكن من أهل المنطقة تأمين ذاتي والمراقبين والناس البعض في النهاية كل منها، لكن الأمور كويسة لعند الآن، ما فيش الحمد لله بدون مشاكل وماشي الانتخابات على أحسن ما يرام. لم تقع خروقات أمنية، غير أن عدم وجود الشرطة طرح جدلا حول سلامة العملية الانتخابية، ولكن اللجنة الفرعية تحسم هذا الجدل. طبعا نسمع كلام كثير يتحدث عن الحالة الأمنية ويمكن أن تأثر على العملية الانتخابية، هي يمكن تأثر من ناحية الفوضى، ولكن من ناحية سلامة الإجراءات الناحية الأمنية ما لها علاقة بالإجراءات الانتخابية. طبعا هو دور الأمن تأمين المراكز الانتخابية من خارج المركز فقط، أما داخل الإجراءات هذه ما لها علاقة بالناحية الأمنية، إلا لو طلع شيء في الإجراءات الله يقدر تزوير أو شيء، هذا موضوع آخر. الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للجيش بادرت بتأمين مقر اللجنة الانتخابية، وهو ما دفع الناس للمشاركة بشكل مكثف في هذا الاستحقاق. حول هذا الموضوع نرحب بوزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عادل الزايدي، وأيضا معنا ناشط متابع للانتخابات البلدية في سبها محمد أحمد، وقمنا بإجراء استطلاع
في مدينة سبها حول هذه الانتخابات، سوف نعرضه بعد قليل في سياق هذا النقاش. سيد عادل الزايدي، أهلا بك في برنامج أكثر. أولا يعني متابعة موقف وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة لهذه الانتخابات، انتخابات المجلس البلدي في مدينة سبها، خصوصا مع الكثير من الجدل واللغط اللي صار حول موقف الحكومة المؤقتة من هذه الانتخابات، وفيه هناك أيضا كتاب موجه من قبلكم بالخصوص. لو تضعنا في حقيقة موقف وزارتكم والحكومة المؤقتة بشكل عام مما جرى من انتخابات بلدية في سبا. أهلا وسهلا بك سيد نبيل وبالسادة المشاهدين وبقناتكم الموقرة. الموضوع قديم، مجالس البلدية هذا موضوع أخذ فيه الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الحكم المحلي باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل إجراءات في مسألة إتمام انتخاب البلديات، وعرضت وزارة الحكم المحلي على رئاسة الوزراء مشروع انتخاب البلديات الحكومة الليبية الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس موافقة، وهي إجراءات بسيطة ولوجستية وستعمل المفوضية العليا للانتخابات اللي تابعة للحكومة الليبية المؤقتة، وستشرع في قادم الأيام في انتخاب البلديات التي تقع تحت أو تستمع للحكومة الليبية المؤقتة. لجنة الانتخابات المركزية التي جاء في الجنوب ولبعض المناطق اللي موجودة في الغرب الليبي، هذه تتبع اللي هو السيد سالم بن تايه، يتبع حكومة وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق المرفوضة، وجاء إلى الشرق الليبي وحاول، ورفضنا نحن كحكومة ليبية بأن اختصاص أصيل لوزارة الحكم المحلي الاستماع إليه. الحكومة الليبية المؤقتة لا تمانع في إجراء العملية الانتخابية باعتبار أن معظم البلديات أو أغلبها قد انتهت المدة القانونية لهم المقررة بأربع سنوات، ودرنا إجراء سباقي بالاكتمال وتوفر الأمور اللوجستية لإتمام هذه العملية. مدينا في عمر هذه البلديات وحولناها إلى مجالس بلدية لكي لا نترك فراغ، وهو ما استمرت حتى الآن. الجنوب الليبي رجع بفضل الجيش الوطني ورجال الصادقين، واسمح لي في هذه السانحة أنا أترحم على الشهداء أنا من في الجيش الليبي، والشفاء العاجل للجرحى، وأن الليبي على الأقل في الأيام هذه في مرحلة مفصلية في تاريخ الوطن. والجنوب الليبي كنا نعرف، وأنا جيت وزرتكم في شهر 7 العام في العام الماضي، ولاحظت كل الظروف اللي كانت موجودة في الجنوب الليبي، وكان مختطف من قبل عناصر حتى أجنبية ومش من خارج الوطن. رجع الجنوب الليبي بعد دخول القوات المسلحة من فترات بسيطة، واتصلوا بي معظم عمداء البلديات في تلك المناطق. للأسف خلال صحيح صدر عني إجراء بإيقاف كل الإجراءات اللي تصدر عن المفوضية التابعة لحكومة الوفاق والوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق المرفوضة من قبل الشعب الليبي، مش من قبلي أنا شخصيا ولا من قبل الحكومة الليبية المؤقتة، وأعتقد أن الكلام هذا واضح لدى الجميع. ولذلك أنا أصدرت تعليماتي في هذا الجانب، وحاولت وقلت لنا مع أهل الجنوب أن نحن راه أي إجراء يصدر عن هؤلاء لن يحتد به بالنسبة لنا كحكومة ليبية مؤقتة، وبالنسبة لنا شخصيا ووزارة الحكم المحلي في تابعة للحكومة الليبية المؤقتة. واتصلوا بي أعيان وحكماء تلك المنطقة وقلت لهم يجب أن تفرجوا هذا الموضوع على الأقل لفترة، باعتبار أن الوطن الآن في مرحلة مفصلية والجيش على أبواب طرابلس ومبين لا سيدخلها وتستقر الأمور، ومن ثم نلتفت لهذا الجانب. لأن هذه الأمور صدر منكم منع سيد عادل لإجراء هذه الانتخابات البلدية بإشراف أو متابعة مفوضية الانتخابات اللي تابعة لحكومة الوفاق. إذن يعني كيف أجريت الانتخابات يوم أمس؟ يعني من قام بإجرائها ما دمتم أنتم
متواصلين مع أطراف من الجنوب ومع البلديات. للأسف يعني ما حدث في سبها وأنا تواصل معي كل الأطراف من داخل مدينة سبا، وأنا قلت لهم في نهاية الأمر يؤجل هذا الموضوع، لأن هذا موضوع يحتاج أمور لوجستية ويحتاج إلى مناخ مستقر وآمن ونظيف وبشتي يطمئن الجميع على سلامة هذه الانتخابات. وهذا كله متوافر في سبا. حتى الألية اللي اتخذت نحن ما نش متفقين عليها، هي مسألة القوائم ولا النظام الفردي ولا كذا. عندنا رؤية، ونحن الحكومة الليبية الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وقلنا تعليماتنا في هذا الجانب، ولكن ربما رأى أو الأخوة في سفا أن الموضوع يأخذ أبعاد. لكن بالنسبة لنا نحن كحكومة ليبية مؤقتة وكوزارة حكم محلي لن نحترف بهذه الإجراءات. سيد محمد أحمد الناشط المتابع للانتخابات البلدية في سبها، تعليقكم على هذا الموضوع باعتبارك واحد من سبها وناشط في هذا الموضوع مهتم به، ما رأيك في هذا الكلام من قبل السيد وزير الحكم المحلي عادل الزايدي الذي قال بأن الحكومة لن تعترف بأي مخرجات لهذه الانتخابات لأنها قامت بها أو أشرفت عليها يعني مفوضية الانتخابات التابعة لحكومة الوفاق؟ أهلا وسهلا. كيف تعلق على هذا الكلام من قبل الوزير؟ السؤال معلش. كنت أسألك ما تعليقك على هذه التصريحات وعلى هذا الموقف من قبل الحكومة المؤقتة ووزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة؟ والاتصال انقطع. نعود إلى السيد عادل الزايدي. سيد عادل، أدعوك لمتابعة هذا الاستطلاع الذي قمنا به داخل مدينة سبها، سألنا عدد من المواطنين حول رأيهم في خطوة تنظيم انتخابات بلدية في مدينة سبها بعد كل ما شهدته المدينة في أوقات سابقة، وأيضا من ناحية تأمين هذه الانتخابات. نتابع. والله العملية الانتخابية على المسموع أنها مشت بشكل سليم، ولكن في تناقضات ان الناس يقولوا الشرطه ما حمتش، وبالعكس رأينا احنا مجموعات من تتبع الجيش الليبي امنت اللجنه الفرعيه، ومنها منطقه سبع عسكريه سريه عبد الكافي، والامور لحد الان مش ما الحق اللي عند الرجل الاصوات. ما في حد اصلا يستحق ان نعطيه الصوت نتاعنا. ليبيا تشرح فيها كيف اللي يمسك منصب يستغل لنفسه. فانت شو رايك في تنظيم العمليه الانتخابيه؟ كويس ولا في خلل؟ من ناحيه ايش يعني؟ من ناحيه التنظيم بشكل كامل بشكل عام. والله ما عندي وجهه نظر عليه التنظيم هذا. شو رايك في الانتخابات بدون تامين؟ ما بيقدموا القدام، كيف تنتخب بدون تأمين؟ أول حاجة بيصير فيها التزوير، ومن سبع المستحيلات أنه بتنتخب من غير تأمين نهائي، هذه مش ديمقراطية ولا والله بالنسبة للتنظيم عملية انتخابية نشوف في بصراحة يعني في نوع من التقصير من ناحية اللجنة المنظمة للعملية هذه، نحس فيهم مقصرين صراحة شوية، فنتمنى انهم يعني يشتغلوا على الامور هذين بحيث انهم يقدموا خدمات احسن. انا عن نفسي صراحة مش راضي تماما عن الموضوع هذا. العملية الانتخابية كانت تخدمها صح ولا لا؟ اعتقد ان ما هيش من خدمة صح، لان قمنا قام الليبيين بجميع التجارب من 9 سنين لكن ما فيش فايده الحقيقه يعني. بعتوا العمليه الدراب بدون تامين من السلطه، هل شايف انه وضع طبيعي ولا مش الانتخابات من غير تامين؟ اعتقد انه ما يمشيش حاله، لانه ضروري يكون في تامين. يعني في احتمال التزوير؟ احتمال حاجه طبيعيه، حاجه كذا هذه. سمعت كلامك في الشارع؟ لا حتى مش ان سمعت كلام، ولكن الحقيقه هيك يعني حاجه من غير تامين اعتقد انه يصير فيها تزوير، يصير فيها اشياء كثير. شو رايك في العمليه الانتخابيه تنظيمها كيف كان؟ تنظيمها باين نقولوا كويس هيك من الدرجه التنظيميه. معهم مشينا معهم احنا، هم كيف يبوا ماشيين معهم. باهي العملية اندارت يعني بدون تأمين من الشرطة؟ ايه بلا تأمين. الموضوع هذا يعني يمشي عادي ولا لا المفروض ضروري هو انه في شرطة ولا حد يك معاهم باش مثلا صار لهم هجوم والله كي. انت انتخبت ولا ما انتخبتش؟ لا ما انتخبتش والله. ليش؟ والله
امام الله ان باش ما نشاركوش مرات في خطا والله في والله نظلموا نفسنا والله نندموا على شيء درناه. يعني تو بعد الانتخابات صار المره الجايه حسالك ولا مازال مقاول؟ والله اذا كان انسان نثق فيه كيف انفسنا اكيد حنشارك وحنعطي صوتنا لانسان يستاهل. لا والله ما تخافش. طيب الحقيقه فضوى ما فيش ومن قبل احنا ينتخبوا لكن ما فيش فائده قصدي. انت انتخبت ولا ما انتخبتش؟ يعني لا والله ما انتخبتش. والله اللي نشوف فيه من عدم تنظيم اللي صاير عندنا ما امتنعت عن الانتخاب، نتمنى يعني يكون الموضوع احسن ونحاولوا كيف ننتخبوا باش نعرفوا حتى اللي بننتخبوه بحيث ان احنا نقدموا حد للعمليه الانتخابيه نكونوا راضيين عنه ويقدم لنا يعني لبلادنا ولاهلنا خدمات كويسه ان شاء الله. باش يصير؟ انتخبت؟ انتخبت انا. ومن انتخبت؟ مش منه؟ على اي اساس انتخبت؟ شو المعيار اللي انتخبت عليه؟ هو جاري في نفس الوقت و ومعاملته معنا احنا كويسه وفي قبل هذه انتخابات انتخبناه احنا. لما انا سمعنا عبرت عن ارادتك ما شاء الله الانتخابات فيها تقدم وفيه نجاح وفيه اقبال ما شاء الله تبارك الله ونشكر اللجنه المنظمه على الانتخابات في المجلس البلدي فعلا وصحيح ان هذه اللجنه وقد نجحت في تنظيم هذا الانتخاب ونشكر المواطنين على وعيهم. جيت لأشارك في انتخابات المجالس المحليه المجلس المحلي لمدينه سبها وهي فرصه اظن ان هي فرصه سعيده جدا ان الشخص او المواطن يشارك في تقرير مصير المجلس البلدي الذي سيعبر عنه وسيمثله وسيحقق له رغباته في تحقيق التنميه الدائمه. يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يكون خيارنا موفق باذن الله في هذا اليوم. والله التجربه في الظروف هذه نعتبرها الحقيقه خطوة شجاعة يعني من في ظل الظروف هذه. نعود إلى السيد عادل الزايدي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، ما رأيك في هذه الاستطلاعات أو في هذا الرأي لعدد من المواطنين في مدينة سبها سيد عادل؟ والله أنا تابعت معك الآراء وأعتقد أن الكلام كان واضح أن عدم وجود تأمين لهذه الانتخابات يضع علامة استفهام كبرى فيه. أنا سيد نبيل أنا من خلالكم نبي نوصل رسالة باش لا تنفصل عند الآخرين أو لأهلنا في الجنوب ولا في مدينة سبها ولا في كل قطر أو في كل مدينة أو في كل بلدية من بلدات ليبيا أن الحكومة الليبية المؤقتة رافضة لإعادة الانتخاب تمكين الناس من ممارسة الجانب الديمقراطي والخدمي في بلدياتهم، ولكن نحن لابد نكون واضحين ولابد نكون صادقين. أنا أعتقد أن الشعب الليبي أو حتى قواتنا المسلحة التي الآن موجودة على أبواب طرابلس وبلديات اللي موجودة في مواقع الاشتباكات وقريبا من مصدر القرار فيما يسمى في حكومة الفرص في سبراتو زي النورمان رفضت إجراء انتخابات من خلال هذه المفوضية التابعة لحكومة الفرص المرفوضة. نحن كاريبيين يجب أن نقول أبيض ولا أسود، نحن متفقين بهذه الحكومة جت وفق اتفاق سياسي، حكومة المرفوضة حكومة الوفاق ولم تنال. لكن اسمح لي سيد عادل، لكن أنتم كوزارة حكم محلي في الحكومة المؤقتة مهتمون بإجراء انتخابات مجالس بلدية في المدن والمناطق التي تحت سيطرة ونفوذ الحكومة المؤقتة والجيش الليبي أم لا؟ أنا كما أسلفت وزارة الحكومة المحلية عرضت ملف كامل على رئاسة الحكومة ونال الثقة وأبيض الضحيات لوزارة الحكومة المحلية بإتمام عملية الانتخابات في البلديات المنتهى القانونية. وسترى سيد نبيل متى حصل ذلك سيد عادل؟ سيد عادل الو نعم ما اسمع فيك. نعم سألتك متى حصل ذلك الكتاب اللي تحدثت عنه والخطاب اللي موجه خطاب شنو؟
انت الان بعد ما سالتك اول ما نسمعش فيك لانه في بعض الجمل انا ما بتريح من قدامي يعني من الصوت. سالتك هل الحكومه اهتمام فعلا باجراء انتخابات بلديه؟ قلت لي نعم مهتمون وكان في دراسه للموضوع ولا لا؟ صحيح. نعم، متى حصل ذلك؟ حصل من قرابه الشهرين، وانت تعرف ان هذه العمليه عمليه فنية تحتاج إلى عناصر ذات خبرة ومتدربة في إتمام هذه العملية وبالتنسيق مع وزارات الداخلية كل المعنيين في هذه الجوانب والأماكن الاختراع ووزارات التعليم، ونحن بصدد إتمام عرس ديمقراطي بشكل صحيح ووفق رؤية الحكومة الليبية المؤقتة، وستترك حتى الخيارات اللي عرضت في مسألة الانتخاب في النظام الفردي ولا النظام القائمة، وبإذن الله كل البلديات اللي تتبع الحكومة الليبية المؤقتة اجتمعت وهي في انتظار إتمام هذه الإجراءات اللي سردها النور. نعم، لكن سيد عادل أنت بنفسك قلت لنا بأن المجالس البلدية السابقة انتهت مدتها قبل فترة، ولهذا رأت الحكومة المؤقتة أن ووزارة الحكم المحلي أنه من الأفضل أن تقوم بوضع مجالس تسييرية ولا تترك فراغ. يعني من ذلك التاريخ حينما بدأت ولايات المجالس البلدية توشك على الانتهاء، لماذا لم تعمل الحكومة المؤقتة على الإعداد لإجراء انتخابات بلدية بدل من أن تضع حلول مؤقتة أو قد يسميها البعض بالتلفيقية بما يسمى المجالس التسييرية؟ والآن أصبحت يعني حكومة الوفاق هي السباقة في إجراء هذه الانتخابات في مناطق هي تحت نفوذكم، ألا يحرجكم هذا الموقف؟ لا مش بالشكل هذا. طبعا تعرف أنت حتى السيد يعني اللي هو سالم بن تاهة، وأعتقد أن قناتكم استضافتها في يوم من الأيام فيما يتعلق بهذه الانتخابات. نحن خوفا ولكي نطمئن على أن إتمام هذه العملية تكون من رحم الشرعية والحكومة الليبية المؤقتة، يجب أن يكون برنامج صحيح متأكدين من إتمامه بشكل سليم حتى لا نسمح لكل أصحاب الفكر والمنظم الشعب الليبي أن يعود إلى هذه المجالس البلدية. المجالس البلدية هي التابعة واحد أضرع وزارة الحكم المحلي، فمخرجات هذه الانتخابات يجب أن تكون بمعية حكم وزارة الحكم المحلي والحكومة الليبية المؤقتة حتى نضمن لبلدياتنا وصول عناصر ذات كفاءة تؤدي العمل على أكمل وجه. نعم، لكن هل جئتم مثلا سيد عادل، يعني هل جئتم في وقت سابق قبل حكومة الوفاق وأردتم تنظيم انتخابات مجالس بلدية في سبها مثلا ومنعكم أحد؟ أنتم لم تأتوا. لا مش بالصورة هذه، سبها امتعدت لحزن الوطن، سبها كانت مختطفة. سبها خلينا من سبها المدن الأخرى اللي في الشرق الليبي اللي توجد فيها الآن مجالس تسييرية، ما المانع من ما الذي يؤخر إجراء انتخابات مجالس بلدية فيها؟ لا لآخر قلت لك هي موضوع لوجستي بالدرجة الأولى، وتنظيم بتنسيق مع حتى مجلس النواب وسيد المستشار ومع سيد السنين مصر على إتمام هذه العملية، ونحن قمنا بإعداد كافة الإجراءات واجتمعت بكل اللجان الفرعية الموجودة في هذه البلديات اللي تستمع إلى الحكومة الليبية المؤقتة، ووضعنا اللبنات الأولى لإتمام هذه العملية، وأصبح صراع والسرعة اللي قامت بها المفوضية التابعة لحكومة الوفاق المتحصلة على الدعم من الخارج حتى في أمور اللوجستية ودعم أموال من الخارج، كان الأمر يتطلب أن نبدأ من الصفر وأن نبدأ من كل شيء ونطمئن على أن هذه العملية ما هيش نحن نستعجل باش نديروا حاجة ما هي صحيحة ولا تقبل جدلية، لابد أن يكون برنامج ممنهج صحيح مبني على أسس صحيحة يشرف عليه عناصر ذات كفاءة مهنية سبق لها أن قامت بهذا العمل. وأعتقد أن تصارحهم هم أصبح زي مكاسب سياسية
لحكومة الوفاق وليس لإتمام عملية الانتخابات اللي تقوم بها عم الحكومة بحكومة سيد عادل. أنا قد أتفق معك شيء مرفوض مرفوض. أنت تعرف أنا أتفق معك في موضوع الاستعجال أن هذا الأمر أنا قد أتفق معك أنه في موضوع في فكرة الموضوع الاستعجال. يعني إذا بدأت الحكومة المؤقتة أو وزارة الحكم المحلي الآن أو قبل شهر أو شهرين لإجراء انتخابات فعلا سوف يكون ربما في استعجال. لكن سؤالي كان من البداية لماذا لم يتم يعني البحث هذا الموضوع والإعداد له منذ أن أصبحت الحكومة المؤقتة موجودة وتابعة لمجلس النواب وفي وزارة حكم محلي وفي انتخابات مجالس بلدية؟ يعني لماذا نشعر وكأن الخطوة هذه أصبحت متأخرة، يعني الحديث عن شهر أو شهرين في حين أن الحكومة موجودة قبل مدة طويلة؟ يعني طبعا انت عارف سيد نبيل، بالنسبه لي انا شخصيا كنت موجود في الحكم المحلي كوكيل وكان موجود وزير اخر، وانا ثقه للوزاره اللي كنا فيها الوزاره اللي موجود فيها انا الان لحظة في شهر 3 يعني راح ليلة ثقة. يعني موضوع جديد بالنسبة في طرحه على رئاسة الوزراء، وخذيت انا باعتبار هذا الموضوع يعنينا نحن كوزارة حكومة محلية وحكومة ليبية مؤقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب. اول ملف انا سلمته وبثيت فيه الحياة وطرحته في مجلس الوزراء وطرحته بشكل كامل ونال الثقة بكافة التكاليف والمصاريف وكيف اتمام العملية وبالتصديق مع وزارة التعليم والداخلية وكل المعنيين في فترة وجيزة جدا، ولكن لسنا مانعين كل الإجراءات اللي تقوم بها أصلا كلها لتحقيق مكاسب سياسية، ونحن نعرف الصراع، نحن ليبيين والأمور واضحة أمامنا، والوطن الآن في مرحلة مفصلية إن شاء الله ستنتهي إلى استقرار الوطن وعودة ليبيا كما كانت، وحكومة موحدة وجيش موحد. الاستعجال ما اعتقدش ان ذو فائدة، لكن استعجال الطرف الآخر هو محاولة إرسال رسائل من خلال هذه المحاولات لتحقيق مكاسب سياسية. الحكومة الليبية المؤقتة رغم ظروفها سيد نبيل، وانت تعرف ان الحكومة الليبية المؤقتة تقترض من المصارف وكل الأموال الموجودة واللي تخرج من باطن هذه الأرض اللي هي النفط موجود في خزائن حكومة الوفاق، وتعرف وين أين تصرف هذه الأموال، ولكن بكل ما أوتيت الحكومة الليبية المؤقتة من إمكانيات رأى، وفي شخص سيد الرئيس الحاج عبد الله السني مصر على أن لابد تتم هذه الانتخابات ولابد تشرف عليها الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة، وحتى الأخوة اللي سينون أو اللي يتم انتخابهم في البلديات سيقسمون أمام الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الحكم المحلي. لكن اقبال الاخوه في الجنوب استعجلوا، نعم، حتى في سبها الداخليه التابعه ومديريات نعم. الامن اللي موجوده في التابعه واللي تستمع الى اوامر وزير الداخليه في الحكومه الليبيه المؤقته، ربما انت سمعت حتى الناس فهمت بين الداخليه معاملات هذه الانتخابات. يتم تنظيم هذه الانتخابات البلديه في سبها سيد عادل الزايدي من دون أي يعني رقابة أمنية أو جهات أمنية تشرف عليها، ويسجل عدم حصول أي اختراقات، ما لم تحصل أي اختراقات أمنية في هذه الانتخابات، وأيضا شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين في سبها رغم ما ذكر في من استطلاع، هذا ألا يعكس من عندكم رغبة الكثير من أهالي سبها في تغيير المجلس البلدي الموجود بسلطات أخرى وتغيير واقع الحال والخدمات، ورغبة منهم في الدخول والانخراط في هذه الانتخابات البلدية؟ ألا تعتقد بأن هذا الكلام من حضرتك الآن قد يحبط الكثير من أهالي سبها وقد يعترضون عليه؟ من خلالك ومن خلال هذه القناة سيد نبيل وهذا اللقاء، أنا أعتز بكل أهالي جنوب، أخوتنا وأحبائنا
ووزارة الحكم المحلي تعيش بأهل الجنوب دائما على تواصل مستمر، وحتى على الناس اللي كانت تسير في تلك البلديات من أهل الجنوب. أنا لست واقفا ضد إرادة الأهل ورغبتهم الملحة في تغيير المجلس البلدي والأتي بأشخاص جدد لهذه البلديات، ولكن نحن كل شيء يؤسس ويبنى على أشياء قانونية صحيحة تكبى، ما هيش محل جدل. أنا يجب أن يفسر كلامي، وحتى اللي يستمعوا إلي الآن من أهل سبا أو في كل المناطق اللي تم الانتخاب فيها، أني رافض أن تجرى انتخابات بلدية في هذه المنطقة، ولكن نحن كحكومة ليبية مؤقتة لم يصدر منا شيء ولا نعلم بما تم في هذه الانتخابات، ومن الصعوبة أن نتعامل مع مخرجة هذه الانتخابات. سيد نبيل قلت لك صبرات وصرمان قريبة جدا من أماكن تواجد حكومة الوفاق، ورفضت لإيمانها بأن هذه الحكومة مرفوضة ولم تنل الثقة وإجراءاتها غير شرعية. فصراحة المسألة مسألة قناعة، يعني نسأل أهلي في الجنوب، أنتم راجعتونا وتواصلتم معنا وجاءكم الجيش وجاءكم الدعم وتواصلتم مع الحكومة الليبية المؤقتة، لماذا لا تستمعوا إلى الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الحكم المحلي؟ يعني تفرض علينا أشياء وتقول لي لا أنت تعامل معها. أنا أرى بالنسبة لي أنا كوزير حكم محلي أرى فيها صعوبة جدا التعامل مع هذه المخرجات، باعتبارها قاعدة إنشائها أرى أنها غير صحيحة ولم نكن طرف فيها. ولست ضد رغبات، وأحترم جدا كل أهلي في الجنوب وأهلي في سبها، ولدي علاقات معهم كثيرة، والحكومة الليبية موجود بها وزراء من المنطقة الجنوبية ومن سبها، وعلى رأسهم السيد عبد الرحمن الحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، الدكتور السنوسي صالح، كلهم تواصلوا معي وكلهم على قناعة بما أقول، وهم يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء ويعرفوا شنو الخطوات اللي قمت بها منذ تولي كوزير للحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة. اللي صدر من حكومة الوفاق هو شيء قفزة. حكومة الوفاق والأدوات اللي اشتغلت فيها فهمت نعتبر فيها لتحقيق مكاسب سياسية ولعبت على عواطف الناس. احنا ما نضدها، انا مؤمن ممكن رأي يفسر كلامي والله عند الآخرين بأن زي ما يسوق في وسائل التواصل بأن الجيش رافض العملية الديمقراطية، ابدا 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 لم القيادة العامة لم تخاطبنا او تحاول ان تملي علينا شيء، كل هم يعملوا في خدمتهم ونحن نخدم في خدمتنا، ومقتنعين قناعة تامة وعندنا رغبة بأن نحن نغير الحال، لأننا منذ تولي وزارة الحكم المحلي شاهدت أشياء وضعف في أداء عديد البلديات. وأنت تعلم سيد النبيل أن وزارة الحكم المحلي تعتبر حكومة داخل الحكومة، والبلديات هي حكومة داخل البلدية، ولذلك هم أقرب إلى حياة الناس في خدمات وفي إيصال الخدمات إليهم من طرق ومياه وكهرباء وفي كل شيء، ولذلك جسم مهم جدا واحد أبرع وزارة الحكم المحلي هذه البلديات. طيب دعنا نسمع رأي وكلام السيد عضو مجلس النواب من الجنوب علي سعيد. سيد علي أهلا بك في برنامج أكثر. سيد علي السعيدي أهلا وسهلا فيك سيد نبيل، مساء الخير ومساء النور. الحديث عن الانتخابات البلدية وضيوفك الكرام، أهلا وسهلا في الانتخابات البلدية في مدينة سبها، ومعنا السيد وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة عادل الزايدي، وما قال بخصوص الانتخابات ومشروعية تنظيمها بالأساس باعتبار أنها صدرت من ضمن قرار من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق أو مفوضية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لحكومة الوفاق. تعليقكم على الموضوع. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لي وتحية لمشاهديك الكرام. بكل تأكيد ما حصل في فزان وخص بالذكر في الانتخابات
الخاصة ببلدية سبها والشاطي وبعض المناطق الأخرى في وادي الحياة. أنا سبق وأن تحدثت عبر وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مقرية، وكان لي اللوم الأكبر على رئاسة الحكومة أي الحكومة الليبية المؤقتة. في واقع الأمر الحكومة الليبية المؤقتة لم تترجم انتصارات الجيش الليبي في الجنوب الليبي على الحكومة الليبية المؤقتة. عندما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي انتصاراتها عليها بالذهاب إلى الجنوب، وعليها بترجمة انتصارات الجيش على الأرض، وعليها بالعمل على إعادة النظر في إدارات أو المصالح الحكومية التابعة للحكومة الوفاق سابقا، عليها أيضا امتثال هذه المصالح إلى الحكومة الليبية المؤقتة. هناك ازدواجية في المعايير، هناك أجسام كانت تابعة لحكومة الوفاق على سبيل المثال ديوان المحاسبة، على سبيل المثال الرقابة الإدارية، ليست لهم أي علاقة بالحكومة الليبية المؤقتة، وخصوصا ذكر بمجلس النواب باعتبار الجسمين هذولا جسمين رقابيين. ومن هنا ندرك جيدا أن الحكومة الليبية المؤقتة هي من تركت هذه الفجوة لكي يذهب أهل فزال للانتخابات. شخصيا أنا تحدث كما قلت لك عبر وسائل الإعلام، وخصوصا كانت في جلسة تقريبا آخرها كانت يوم 13 أبريل، وطلبت من الحكومة الليبية المؤقتة بالذهاب إلى فزان وبإصدار مجالس تسييرية لكل البلديات حالة حال المناطق في المنطقة الشرقية، وكذلك ما حصل في صبراتة وما حصل في غريان. ندل على شيء، ندل هناك تقصير مباشر من الحكومة الليبية المؤقتة، يعني أخص بذكر على السيد عبد الله التنيني يتحمل مسؤول، وكذلك وزارة الحكم المحلي. أنا شخصيا ليست لي علاقة وزير الحكم المحلي، حاولت تواصل عبر وسائل الاتصال من الزملاء وأبلغتهم بأنه على الحكم المحلي لا يعطوا فرصة لهذا هذه الانتخابات، لأن الأمر الحكومة الليبية المؤقتة لم تصدر قانون الانتخابات، وكذلك مجلس النواب لم يسن هذا القانون سنته المجلس الرئاسي على توب جماعة الإخوان في ليبيا، وجعلتها من دار قوائم لكي يكون المصير في كل محطة. وعلى كل حال نحن نحترم إرادة شعوبنا، ونحن نحترم أيضا إرادة الناخب، ولكن هذه الانتخابات في نظري هي كانت قفزة في الهواء، وقلتها. وأتمنى من الحكومة الليبية المؤقتة من غدا أن تصدر مجالس تسييرية لكل بلدية بالتواصل مع ضامن النواب في كل بلدية، ومن هنا نطلع من هذا المأزق الذي نحن الآن وقعنا فيه. وعلى أيضا الحكومة الليبية المؤقتة استكمال في بعض المناطق التي الآن، وأحيي النواحي الأربعة اليوم اللي انتسبت إلى الحكومة الليبية المؤقتة، عليها بإصدار قرارات جديدة أي لجان تسييرية لهذه البلديات، وكذلك بعض البلديات في الشمال الغربي. من هنا نضع نقطة حقيقية لانتصارات الجيش، وترجمة انتصارات الجيش، وعودة سلطة الحكومة الليبية المؤقتة على التراب الليبي بشرعيتها الحقيقية. سيد عادل الزايدي. هل لديك من تعقيب في خصوص كلام السيد علي السعيدي، خصوصا مسألة أن الحكومة المؤقتة لم تترجم انتصارات الجيش في جميع المناطق التي دخلها وحررها وقضى على الميليشيات والتطرف والإرهاب فيها؟ مع احترامي للسيد علي السعيدي عضو مجلس النواب، لكن ما لا أقبله هو التجني والقول أن الحكومة الليبية المؤقتة لم تواكب انتصارات الجيش في الجنوب. إلا إذا كان سيد علي السعيدي يعلم بأن نحن قمنا بإجراءات وغيرنا عديد البلديات الموجودة في الجنوب وحولناها لمجالس تسييرية بما فيها أقصى نقطة مرزق، هذه أنا استغرب من السيد علي إنه يقول أن الحكومة الليبية ما واكبتش انتصارات الجيش. الحكومة الليبية ذهبت إلى أهلنا في سبها وقدمت الخدمات أيام وهي في حالة أمنية صعبة، وبمجرد تحريرها من القوات المسلحة كانت طباقة إلى أهلنا في الجنوب، وليس منة ولكن في كل ما يتعلق وكل الأشياء التي تتعلق بأهلنا في الجنوب من الصحة والتعليم والتشييم، ووصلت الخدمات أول بأول، وتغيرت كل الظروف وصرفت أموال طائلة لأهلنا في الجنوب، وهذا حقهم.
ولكن بعد الاطمئنان على ان الجنوب استقر وخرجت منا كل الميليشيات والظروف اللي كان يعاني منها اهلنا في الجنوب. اما ما يتعلق بمساله المجالس الدستوريه والتواصل معها، اعتقد ان كل بلديات الجنوب تواصلت معي، وكل اللي اتى باجراءات صحيحه باش نضمن سلامتها كلهم صدرت لها قرار من الحكومه الليبيه المؤقته وبرئاسه السيد عبد الله الزني، قرارات وعيدت الى مجالس تسييريه، ونحن سائرون في هذه الخطوه حتى ننتقل الى خطوه الانتخابات. لكن ما لا اقبله هو تجني على الحكومه الليبيه وعلى السيد الرئيس، لان نحن لم نواكب هذا الكلام صراحه، انا لا اقبله. وعليه ان يسال الجنوب ماذا قدمت الحكومه الليبيه المؤقته، وعليه ان يسال البلديات الموجوده في الجنوب هل هي في تواصل مع الحكم مع وزاره الحكم المحلي، الا اللي ما يبيش يتواصل. حتى في الجنوب راه في مشكله في بعض البلديات، ربما عندهم توجهات اخرى، ربما عندهم الحاله اللي نعرفوها نحن كنا كاريبيين، لكن اللي عنده رغبه حقيقيه وفي التواصل مع الحكومه الليبيه المؤقته وعلى راسها مرزق والقرضه اللي ما تحضرنيش باش ما ننساش حد، كل البلديات تواصلت وصدرت لها قرارات بمجال التسييرية إلى حين إتمام العملية الانتخابات. لكن مسألة أن الحكومة الليبية لم تواكب هذا الشيء بالنسبة لي أنا لا أقبله صراحة. سيد علي سعيدي. سيد عادل سعيدي، مع احترامي الشديد لسيد، ما قلته أي فادي صحيح. أنت نسيت توزير الحكم المحلي، عليك بالذهاب وعليك بخلق نواب الجنوب بموافقة إطارات الجيش. أنا أقول أن الجنوب الليبي تحت فكرة قوات المسلحة الليبية والقوات المسلحة الليبية وهو على الحكومة ذهاب إلى المناطق، وليس الأشخاص أو الناس يجون لعندك. سيد علي الصوت غير واضح، ربما سوف نعيد الاتصال بك علّه يكون أفضل. في هذه الأثناء سيد عادل الزايدي، يعني مسألة أو خطوة تعيين أو تكليف أشخاص بما يسمى مجالس تسييرية مكان المجالس البلدية المنتخبة من قبل أهالي البلديات، ولو كانت هذه المجالس البلدية قد انتهت مددها، هذه المجالس التسييرية والقرار والفكرة بشكل عام يعني حظيت باستهجان عدد من أهالي البلديات يعني ورفضوها، يعني لماذا لم تبقى الحكومة المؤقتة على المجالس البلدية المنتخبة إلى أن يتم انتخاب مجالس بلدية أخرى، يعني بدل ما أن يتم تعيين مجالس تسييرية وتكليف وقد تحصل فيها مشاكل واعتراضات على اسم وعلى آخر وإلى آخره من الأمور، يعني ما نعم تفضل سيد نبيل. أنا قلت لك المقترح اللي تقدمت فيه المحلي الى رئاسه مجلس الوزراء مجتمعه واثناء استلامي لمهام وزاره الحكم المحلي، كانت هناك اشكال متعدده واقسام مختلفه في هذه البلديات. بلديات تدار من قبل عميد بس، بلديات تدار من قبل حاكم عسكري، بلديات مناطق اداريه، وكانت في صعوبه لمساله التعامل مع هذه الاقسام المختلفه اللي كانت موجوده في السابق. تقدمت وزاره الحكم المحلي بمقترح الى رئاسه الوزراء وقناعتي الشخصيه بان لابد من عوده الاخوه المنتخبين لتسيير هذه البلديات لفتره وجيزه حتى اتمام العمليه الانتخابيه. الا اذا حدث انقسام او عدم توافق داخل الجسم البلدي مما يؤثر على العمل داخل البلديه نتيجه هذا الانقسام، فرات ان الحكومه الليبيه باعتبارهم الان انتهت المده القانونيه نتاعهم واصبحوا مجالس تسييريه وهم يدفع الحكومه الليبيه المؤقته ووزاره الحكم المحلي، فبعدم وجود توافق وتوازن داخل هذه البلديات وانقسامهم على انفسهم رأت الحكومة الليبية بأن يؤتى بمجلس تسييري بمعية حكماء وأهل البلدية ونواب البلدية وكل المعنيين في هذه البلدية بقائمة تتكون من 5 ولا من 7 وتسير العمل داخل هذه البلدية لمرحلة انتقالية بسيطة جدا حتى يتم عملية هذا الانتخاب. فكل من تواصل معنا، قلت لك انا الجنوب مشيت في شهر 6 ايام ربما في كثيرين لم يصلوا اليه، واطلعنا على كل موجود في هذه البلديات، ومجرد ما دخل الجيش الحكومه الليبيه كانت حاضره، والا اللي من لم يرغب في التواصل هذا شان يخصه. ولكن كان يقول السيد علي السعيدي
أنه يحترم ما تفضلت به ولكن غير صحيح. دعنا نعود إليه حتى يكمل مقاله بشكل واضح. سيد علي، أنا قلت لك ما قال السيد عادل في واقع الأمر. أنا متحدث على الترجمة، على الترجمة. أنت كحكومة، أنت سلطة عليك بالوصول إلى المنطقة، وعليك بفرض سلطة على المشارع الليبي وعلى المنطقة اللي تقاعد لها. لكن يقولي والله ما جاليش حد من المنطقة، فالفرصة نفسك البيضة وثارك باقي المناطق لصالح الحكومة الليبية الحكومة. فأشرب لك بالنسبة للحكومة الليبية الموقتة لم تترجم انتصارات الجيش الجنوب. الدليل إذا ذهبت الحكومة الليبية الموقتة على استيطان نبتة في وادي الشاطئ توجد فيها ثلاثة بلديات، هل الحكم المحلي ذهب إلى وادي الشاطئ أو تواصل مع أعضاء نواب وادي الشاطئ لطرح وجهة نظر الأعضاء أو الأعيان بالمنطقة وخلق مجالس تسييرية لهذه البلديات؟ الجميع يعي عمداء البلديات الذين موجودين الآن هم مستفادين شخصيا، ولم يضعوا أو لم يترجموا أموال التي صرفت إليهم العرب، ذهبت بجيوبهم. وعندما أنا أتحمل على كل شيء منقولها عبر وسائل الإعلام، وخصوصا بكر أنا بلدية سيدي أو الشاطئ الغربي، يعني أخذت أموال من البيضة وأخذت أموال من طرابلس درهم واحد يضع على الفلاح. ومقر البلدية منذ 4 سنوات لم يفتح، بلدية حملت بحفيدة. فسيد أحمد عليك بتواصل مع أعضاء مجلس النواب، وعليكم بإنشاء مجالس تسييرية لكي نقطع خط الرجعة على المشككين بما أجل. ومن هنا عندما أقول لا توجد ترجمة أقصدها بالفعل لا توجد ترجمة. واحد، اثنين، قلت الحكومة الليبية المؤقتة صرفت أموال للجنوب، صرفت أموال ورقية، ودائما أتحدث في هذا الملف وأتكلم كثيرا في هذا الملف. صرفت للجنوب أو صيدت للجنوب حوالي 100 مليون دينار، عندما نبحث على هذه الأموال الحقيقية لم نجدها حقيقية، الكثير منها ذهب للجيوب ولم تكن على الأرض. وعلى الليبية المؤقتة تتحمل مسؤولياتها، وأنا مسؤول على ما أقول. صرفت حوالي 17 مليون دينار ورقيا ولم تكن على الأرض. وأنا حقيقة الأمر تحدثت في هذا الموضوع كثيرا حتى خسرت علاقتي برئيس الحكومة ولم يكن راضي على ما أقوله. ومن هنا أزيد أؤكد على الحكومة الليبية المؤقتة تتحمل مسؤولياتها واجتهاد للجنوب، ولابد من إنشاء مجالس تسييرية لكل بلديات الجنوب لكي نقطع خط الرجعة أمام ما يسمى بحكومة الشقاق والنفاق. سيد علي الزايدي، تعقيب أخير لك. يا سيد نبيل، أنا أحترم كل من يتداخل، ولكن خلينا نحن مش لجوء مهنيين. التنسيق في هذا اللقاء كان يتعلق بمجالس البلدية والانتخابات التي جرت في بعض البلديات في المنطقة الجنوبية، لكن مثل تصفية الحسابات أو أرسال رسائل أخرى نحن مش بصددها. وأعتقد إن الأخوة سيد علي ربما ما عندهش تواصل مع الحكومة الليبية المؤقتة، هذا ما نعرفش شو سببه، ولكن أعتقد أن كثيرين من أهل الجنوب ومن نواب الجنوب يترددون على الحكومة الليبية المؤقتة وعلى وزارة الحكم المحلي، ونحن في تواصل مستمر ودائم. والجنوب أمتى عاد إلى حزن الوطن؟ أسأل السيد علي، أمتى عاد الجنوب إلى حزن الوطن؟ من فترة وجيزة جدا انتصارات، ونحن جيين وعايشين في هذه الأرض، ونعرف أمتى عاد الجنوب بشكل صحيح، ومازال يتعافى. أنا أقول أن مازال الجنوب يتعافى شيئا بشيئا، لم يكن مازال الوضع ما هوش مثالي، ولكن مازال يتعافى. ويا سيد نبيل، ليس للمزايدة، ولكن لو نرجع للداتا، ولو الموضوع هذا حبيت تفتحوه في يوم من الأيام، ستعلمون ما الذي قدمته الحكومة الليبية للجنوب ولكل المناطق التي تتبع الحكومة الليبية المؤقتة. أنا أتفق مع السيد علي في جانب إن لابد هذه البلديات، واعتقد أننا شرعنا ودرنا في بعض البلديات
لمجال ما وصلنا، لان نعم بدناش نعطي، لابد نبي مسندات واجراءات وهم يعرفون وعليه تواصل مستمر، وكل الشعوب اللي موجودين حتى في المنطقه الشرقيه سواء نواب ولا الجنوب، كثير منهم من وزاره الحكم المحلي اتفق معه في كونه لابد تكون في مجال التسفيريه. نحن متفقين، هذا عضو مجلس النواب السيد علي الصعيد عضو مجلس النواب، وقال لك كل ما قامت فيه حكومه الانشقاق والنفاق الوفاق هذا شيء غير صحيح، ونحن بصدد ونحن ماشيين في هذه الاجراءات لاتمام على الاقل لاستقراء الجهات الخاصه اللي عنده ملاحظات او ليغردوا خارج السرب او ليتعاملوا مع اقسام اخرى مشبوهه، ستجرى ستكلف فيها مجال السفيرية لتسيير هذه المهمة لفترة وجيزة، ومن ثم تقوم الحكومة الليبية المؤقتة الممثلة في وزارة الحكم المحلي بإجراء الانتخابات في كل ربوع ليبيا بإذن الله في هذا في قادم الأيام. أما أي خروج على النص أو أي كلام في تجني على حد، يعني هذا أنا أعتقد أنه لا يفيدنا ولا يفيد الوطن في هذه الأيام. يجب أن نكون يد واحدة، يجب أن نمد يدينا لبعضنا، يجب أن نفترض حسن النية في مع بعضنا. سيد عادل مع تقديرنا لما تقول، هو في النهاية يعني على تقديري وتقديري واحترامي سيد نبيل، أعطيني مساحة لي بس سيد نبيل فهمت. يعني اعتقد ان الليبيين جميعا وانت على راسهم يا سيد نبيل، واشكرك على ما شاهدته لك الايام الماضيه على ترجمه او انا سميته بالمختصر المفيد عن كل ما حدث من طيله هذه الفتره الى يومنا هذا، حتى وصول الجيش الى ابواب طرابلس، هذا شيء جميل، وانت وفرت على الليبيين كثير من الكلام. نحن الان في وضع استثنائي وطارئ، حتى الحكومه الليبيه الان في وضع استثنائي وطارئ لمتابعه ووراء القوات المسلحه اللي تتبع كل الليبيين المتبثقه من كل بيوت ليبيا لتخليص هذا الوطن من كل هذه الميليشيات ومن اصحاب الفكر ومن اصحاب الاجندات الخاصه. يعني المفروض تقبل قاعده الخلفيه قاعده مستقره، وبدل الملاسنه وبدل انتقاد الغير، الوطن يحتاجنا ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعضنا صراحه. لكن هذا لا يتنافى مع مبدا المحاسبه سيد عادل الزايدي. يعني هذا الكلام من قبل علي السعيدي، علي السعيدي في النهايه هو نائب في مجلس النواب يا سيد نبيل، ما يتعلق يعني ربما يعني هذا الكلام قد تسمعه انت ويسمعه رئيس الحكومه في جلسه، يعني رئيس الحكومه محاسبه يا سيد نبيل، ليست الامور بشكل شخصي. نحن حكومه منبثقه من مجلس النواب اللي عضها السيد علي السعيدي، نحن عندنا اجسام رقابيه، عندنا ديوان محاسبه، وعندنا رقابه اداريه، وعندنا اجهزه ضبطيه، واعتقد ان من حق اي شخص ينتقد، انا ضد الفساد، الفساد نسب، ولكن امتى ما توفر وتوفرت الادله والاجراءات يجب ان ينال جزاء كل من هو مخطي او اخذ اموال. في المقابل ايضا سيد عادل، لا يجب ان تؤخذ كل ملاحظه او كل راي او نقد خصوصا من السلطات التشريعيه اللي تشرف عليكم، مش معناه ان هذا يعني في محمل شخصي او وراء اغراض شخصيه وما الى ذلك. يعني ما يجب ان نتعود ويتعود الجميع في ليبيا على مبدا المحاسبه وتصحيح يعني خط سير اي حكومه، في النهايه انتم سلطه تنفيذيه والرجل من سلطه تشريعيه. عموما اشكرك جزيلا سيد عادل الزايدي، وارجو ان تكون الصوره تكون واضحه عند السيد علي السعيدي، وايضا الصوره اوصلها لك، وارجو ايضا ان اهلنا في مدينه سبها استفادوا من هذا النقاش بخصوص الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا لديهم. بذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على متابعتها وإلى اللقاء.